وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله جهود تحسين احوال الائمه والدعاه والاستمرار في برامج تدريبهم وتاهيلهم علميا وثقافيا وذلك في اطار تعزيز جهود مواكبه الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه على نحو مستنير ومعتدل مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الاسلامي ومقاصده الساميه وترسيخ القيم الانسانيه. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الاوقاف محمد مختار جمعه ومستشار الرئيس للشؤون الماليه اللواء محمد امين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان الاجتماع تناول عده موضوعات من بينها جهود وزاره الاوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم وعرض لانشطتها الدعويه والمجتمعيه فضلا عن متابعه تنفيذ التوجيهات المستديمه للسيد الرئيس بشان تنميه موارد واصول هيئه الاوقاف وحسن ادارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام وخلال الاجتماع وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علميا وثقافيا وفقا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة بما يضيف إلى قدرتهم على التعامل الإيجابي الواقعي مع القضايا المطروحة وذلك في إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه على نحو مستنير ومعتدل مع الحفاظ على الثوابت وطعم الفهم الصحيح للدين الاسلامي ومقاصده الساميه وترسيخ القيم الانسانيه وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس استمع إلى عرض من وزير الأوقاف لخطة الوزارة بشأن العناية والاهتمام بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وفهمًا وتدبرًا وتفسيرًا، خاصة ما يتصل بالمقارئ القرآنية في المساجد الكبرى ومقارئ الأئمة وكبار القراء، فضلا عن استعراض مجريات المسابقة العالمية للقرآن الكريم المنعقدة خلال الشهر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس. وفي هذا الإطار، وجه السيد الرئيس بتعزيز الاهتمام بالمتميزين والنابغين والعمل على صقل مواهبهم وتنمية عقولهم وحسن فهمهم لمعاني ومقاصد القرآن الكريم. كما عرض السيد وزير الأوقاف خلال الاجتماع خطة الوزارة لشهر رمضان المعظم خاصة برامجها الدعوية والندوات والملتقيات الفكرية خلال الشهر الكريم حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعميم هذه الأنشطة على مستوى الجمهورية وفيما يتعلق بتطور إيرادات هيئة الأوقاف أوضح الدكتور محمد مختار جمعة مواصلة الإيرادات للنمو المطرد محققة حوالي مليار ومائتي مليون جنيه خلال خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بزيادة تقدر بنحو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.